في نظرك والله باتت مستحيلة، قسما بالله أمور وأشياء في نظرك باتت مستحيلة وصاحبة الملل. طبعا أعظم ركن تلجأ إليه هو الدعاء، ما في شيء تملكه أبدا إلا الدعاء، هو أعظم ركن، بل هو الركن الآمن، وهو أساسا يغير القضاء، يغير كل شيء الدعاء. طيب فما بالك أنت قاعد تدعي الله سبحانه وتعالى لأمنية طويلة جدا، تقرأ القرآن وتتصدق وقاعد تسعى يا رب أنا بس أستيقظ الصباح وأقوم الصباح على هذه الأمنية الجميلة اللي أنا أتمناها من سنوات وأدعي الله من سنوات، وقال ربكم ادعوني أستجب. تأخرت أمنياتك وتأخرت رغباتك وتأخرت أحلامك، تأخرت أشياء ومتركبة حياة، وأنت قاعد تدعي الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا يا رب فقط هذه الأمنية اللي أتمناها فقط فقط يا رب، إلى الآن لم يتحقق لك أي شيء. اسمع معي، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا وأعطى الصحابي درس ومنهج وقاعدة حياة. أرجوك يعني تخيل شخص يدعو الله ليل ونهار وهو ظالم فلان وما كدرث إخوانه ومنصبه وظيفتها أساسا مكسبها الراتب حرام وقاعد يأكل حرام. النبي عليه الصلاة والسلام اسمع، وكان أتى سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. إيش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب. بالعقل يا جماعة بالعقل، يعني أنت عندك أشياء تتمنى، أشياء تفرج كربة، إزاحة هم، يا رب تتمنى أشياء، وكل إنسان عنده أمنيات وأشياء، لكن تدري من أسباب عدم قبول الدعاء أن يكون مطعمك ومشربك حرام وتكون أساسا ماكل مال حرام. يعني تخيل أنت تأكل عيالك وتأكل أهلك وتأكل على ما يقول نفسك بشيء حرام وتقول يا رب، ترى من عدم قبول الدعاء أن تكون مأكلك ومشربك حرام، ترى ما يجوز يا جماعة. يعني معليش أنت ممكن نسيت عن حرمة أو أنك تجاهلت عن حرمة هذا الشيء، أبغاك الآن في أشياء أنت ممكن قاعد تسويها بس مكسبها حرام، مكسبها ما يجوز يا جماعة. يعني خيل تدعي الله ليل ونهار إلى هذه اللحظة لم يتحقق لك. شكرا النبي عليه الصلاة والسلام رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. أرجوك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة. اجلس مع نفسك، هل المال اللي تقبضه نهاية الشهر هل هو حلال هل هو حرام؟ ترى من أسباب موانع الدعاء وأعظم مانع لقبول الدعاء أن يكون مأكلك ومشربك حرام. أطب مطعمك تجب دعوتك. في حاجة تملكها أنت تغير القضاء كله إلا حاجة واحدة فقط قسما بالله، دعاء، الدعاء فقط. يعني أنت اليوم تنام مبسوط، تصحى بكرة تسأل الله سبحانه وتعالى السلامة واللطف في هذا اليوم، أحداث كثيرة تتغير في رمشة عين. طيب إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك الدعاء وأنت قاعد تأكل حرام وتشرب حرام، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب أنت قاعد تدعي الله وعندك مانع قاعد تسويه وهو مأكلك حرام، الآن وحتى آخر ثانية في حياتك خل مأكلك ومشربك بالحلال فقط، بالحلال فقط، عشان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعواتك ويتقبل الله سبحانه وتعالى دعواتك. من الآن راجع نفسك وحاسب نفسك، اجلس مع نفسك، ما أكلك ما شربك، هل ظلمت فلان، هل اتهمت فلان واخذت حق أساس الظلم وزور، هل أكلت مال يتام؟ كل شيء ترى كل شيء له تأثير، أنت تملك سلاح عظيم جدا، فلا تفسد هذا الشيء بأنك تأكل أشياء وما